ازيكم يا جدع الناس، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دلوقتي هكلمكم في حاجة برضو، يعني في موضوع جميل جدا، يعني ناس كتير برضو بتعاني منه او بتبقى موجود عند اغلبنا، اللي هو فكرة جلد الذات، اللي هو فكرة ان انتي او انت تفضل طول الوقت حاسس بذنب في حاجة معينة، او تفضلي تأنبي نفسك في حاجة معينة، او ان انتي مثلا جيتي على نفسك في حاجة معينة، او ان انتي تصرفتي تصرف غلط في حاجة معينة، او ان انتي مثلا عملتي غلطة في حياتك، او ايا كان بقى الحاجة اللي انتي عملتيها، وتفضلي بقى ايه، يبقى في فكرة جلد ذات. يعني أنا في سؤال جالي من بنوتة كانت بتسألني على الانستجرام، فبتقول لي أنا عندي مشكلة في إن أنا طول الوقت عندي جلد ذات، وإن أنا يعني مش برحم نفسي، وإن أنا على طول تفكير، وعلى طول يعني بحس إن أنا قاسية جدا جدا مع نفسي، وإن أنا يعني والموضوع ده مضايقني جدا. بصي يا عمر، هقول لك دلوقتي، فكرة ان انت طول الوقت طول الوقت تفضلي تفكري، وان انت تفكري في حاجات تحدد، وان انت تفضلي يعني تجلدي في جواكي كده جلد ذات، وان انت تقعدي تقلبي، اه ده انا حصل معايا قبل كده كذا، طب لا انا مش مسامحة نفسي، لا انا انسانة مش كويسة، او انا انسانة مش وحشة، انا ما قدرتش اتصرف صح في الموقف كذا كذا. بصي يعني عايزه اقول لك على راي عمرو دياب، اللي عدى عدى. المفروض يا جماعه، لان بجد احنا كلنا بنقع في النقطه دي، واوقات كتير مننا بيفضل سنين سنين طويله في حياته يفضل يأنب نفسه، ويفضل يجلد ذاته، ويفضل ما يرحمش نفسه ليل نهار، يفضل تفكيره طول الوقت بيفكر بطريقه سلبيه. يعني هي اصلا طريقه التفكير، انا اتكلمت قبل كده، كل المشكلة اللي بتقابلنا في حياتنا عن طريق تفكيرنا، عن طريق الأفكار السلبية اللي طول الوقت بنقولها لنفسنا، أو إن أنا حصل لي كذا، أو أنا عانيت في كذا، أو أنا عملت كذا، أو أنا ما قدرتش أتصرف في موقف كذا، أو إن أنا غلطت مثلا في موقف كذا، أو إن أنا عملت حاجة وأنا مش مسامحة نفسي فيها، وطول الوقت عمالة بأنب في نفسي، لأ أنا إنسانة مش عارف، وهكذا. جماعة جماعة، احنا يعني طبيعي جدا ان اي احنا بشر، ربنا خلقنا لازم مهما كنتي انسانة كويسة اكيد هيجيلك وقت يعني هتغلطي، حتى لو حاجات بسيطة. يعني الفكرة في انك لازم تسامحي نفسك، لازم يبقى عندك ان انتي تقدري تسامحي نفسك. فكرة ان انتي تفضلي تقلبي نفسك طول الوقت، ده هتأذي نفسك جدا نفسيا، هتحسي ان انتي طول الوقت مش مرتاحة، هتحسي انتي مش متقبلة اصلا نفسك، وهتحسي ان انتي يعني هتحسي ان انتي تعبانة جدا نفسيا. تخيلي انتي طول الوقت عمالة تأنبي في نفسك، وعمالة تجلدي ذاتك، وعمالة لا انا ما كانش ينفع يحصل كده، وكل ده اصلا خلاص عدى. يعني الفكرة كلها ان انتي خلاص، طالما حاجة عدت يعني المفروض تحرري بقى نفسك من الاحساس اللي عدى ده، خلاص دي حاجة عدت وخلاص ما بقتش موجودة. فكري بقى في اللي جاي، فكري في حياتك اللي جاية، فكري في ازاي اقدر اطور من نفسي، ازاي اقدر اخلي حياتي بقت احسن، تبقى احسن، ازاي اتعلم من اخطاء الماضي، الحاجات اللي انا عملتها قبل كده غلط، ازاي بقى ايه اقدر ان انا اطور من نفسي في الفترة اللي جاية، ازاي مثلا اخد كورسات في مجال معين، ازاي انجح في شغلي، ازاي انجح في حياتي، ازاي مثلا يبقى شكلي كويس، ازاي العب رياضة، ازاي، وهكذا. دي الافكار اللي هتحفزك ان انتي تتقبلي نفسك، وان انتي يبقى عندك ثقة بنفسك، وان انتي تبقي احسن، وان انتي تسامحي نفسك. يعني حاولي انتي يبقى عندك، احنا مشكلتنا ان احنا كلنا بنقع في الموضوع دوت. يعني انا واحده من الناس برضو، كنت اقل حاجه، انا من النوعيه الحمد لله الحمد لله، يعني عندي النقطه دي، اقل حاجه كانت بتحصل مني كنت بقعد الوم نفسي، لا انتي ازاي تعملي كده، ازاي تسوي كده. يعني جيت في وقت تعبت نفسيا من كتر ما انا بقعد افكر، رغم ان هي بتكون حاجات بسيطه جدا، حاجات ممكن تكون تافهه جدا،
تكاد تكون تافهة، بس أنا يمكن عشان شخصية حساسة شوية فكان الموضوع بيفرق جدا معايا وكان بيتعبني. وطبعا الشخصية الحساسة بتتأثر بأقل حاجة، حتى كلام أي حد مثلا كان يقولي حاجة بتضايقني مش عارف ايه، مقدرش مثلا أرد على موقف معين أو مقدرتش أعمل حاجة معينة أو اتصرفت بطريقة غلط أو اتعصبت مثلا في حاجة معينة، بعد كده أجي ألوم نفسي. فالفكرة فكرة ان انتي تفضلي طول الوقت يعني ايه، انتي كده كأنك بتدمري نفسك. فكرة جلد الذات كل طول الوقت، انتي كده بتدمري نفسك، مش بتسمحي لنفسك ان انتي تتحرري من الاحساس ده. طول ما انتي بتفكري في حاجة عدت، طول ما انتي بتفكري في حاجة خلاص يعني انتهت وخلاص يعني خلاص الحاجة دي المفروض تنسيها بقى كأنها، او مش هقولك تنسيها لان غالبا يعني في حاجات كتير بتبقى مواقف معينة ما بنقدرش ننساها، بس الفكرة ان احنا نحاول ان احنا نسامح نفسنا، نحاول ان احنا نطور من نفسنا، نحاول ان احنا بقى نبتدي حياة جديدة كأنك بتبتدي صفحة جديدة كده تمسحي فيها بقى كل اخطاء، يعني كل حاجة مثلا انت عملتيها مثلا يعني شايفة ان انت كنتي فيها مثلا غلطتي في حاجة معينة يعني. فالفكرة ان انتي اتعلمي من اخطاء الماضي، سواء بقى كنتي يعني عملتي ايه يعني ايا كان بقى الحاجة اللي انتي متضايقة فيها او الحاجة اللي انتي شايفة نفسك انتي عملتي حاجة غلط فيها، تبدأي بقى من اول وجديد وتحاولي انتي تحبي نفسك، تحاولي انتي تطوري من نفسك، حاولي انتي تقربي كمان لربنا، لان دايما الانسان لما بيقرب لربنا دايما بيديله جواه، تحسي فرق كبير جدا 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 لما تكوني بعيدة عن ربنا. يعني مثلا في دايما مقولة بسمعها لا تطلب السعادة وأنت بعيدا عن الله، يعني بعيدا عن ربنا يعني. فالفكرة ان يعني انت كل ما هتقربي ربنا كل ما هتحسي ان انت من جواكي، هتحسي ان هو موجود معاكي طول الوقت. لما تحسي ان انت متضايقة اشتكي له الجئي له، يعني دايما يعني بقول ان برضو فكرة ان انت منتظرة دعم من اللي حواليكي او ان انت دعم من حد معين سواء اهل او غيره، مش هتلاقي برضو الدعم اللي انت متخيلاه، او انت مش هتلاقي الدعم اللي انت عايزاه. فطبعا هو ملناش يعني من كل يعني كلنا كبشر ملناش حن من ربنا، فدايما هو اللي هيسمعنا، واحنا ودايما احنا ملناش غيره ان احنا نلجأ له. فانتي اشتكي له وقولي له ظروفك ايا كانت ايه ظروفك، وحاولي زي ما قلت لك تتقبلي نفسك ايا كان، تحاولي انتي تطوري من نفسك، ده برضو هيزود ثقتك بنفسك وهيخليكي عندك كده ايه، يعني هتبقي متقبله نفسك وهتسامحي نفسك على اي حاجه غلط مثلا حصلت منك او اي حاجه او اي او انتي مثلا جيتي على نفسك قبل كده بسبب حاجه معينه حاسه ان انتي بتأنبي نفسك. فكل الحاجات اللي انا بقولك عليها ديت واهمهم القرب من ربنا، لان دي برضه هتفرق جدا 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 معاكي. يا رب اكون قدرت افيدك في السؤال بتاعك اللي هو ازاي ابطل ان يعني انا اجلد، يبقى عندي جلد ذات يعني. ويا رب كده تقدري اكون ساعدتك وقدرت افيدك. ولو عجبك ولو عجبكم الفيديو يا ريت لايك كده زي ما قلت لكم، وسبسكرايب للقناة، وميرسي جدا جدا ليكم، و باي باي.